إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أنباء عن وفاة الفنان محمد علي في أسبانيا. ترددت أنباء عن تسمم الفنان محمد علي والممثل المصري الهارب إلى أسبانيا، مما أدى إلى وفاته بعد نقله لإحدى المستشفيات في أسبانيا، ولم ترد تأكيدات من المصادر الرسمية أو الحسابات الخاصة تفيد بوفاة الممثل محمد علي بعد تسممه في أسبانيا، حيث تبقى هذه الأنباء مجرد إشاعات لحين ورودها عبر وسائل الإعلام المعروفة في مصر. الفنان محمد علي هو رجل أعمال وممثل مصري، ولد في 18 يناير 1978، التحق بورشة لدراسة التمثيل قبل أن يشارك في فيلم القشاش عام 2013، واتجه بعدها للمشاركة في إنتاج فيلم المعدية الذي شارك في التمثيل فيه. وكان علي غادر مصر إلى أسبانيا وادعى أنه تلقى تهديدات بالقتل، مضيفا أن سبب مغادرته إلى أسبانيا، على الرغم من ذلك لم يقدم محمد علي أي وثائق تثبت صحة كلامه، وقال أنه لم يكن يستطيع أن يتحدث عن كل هذه الأمور أثناء وجوده داخل مصر لأنه كان سيتعرض إما للسجن أو القتل على حد وصفه. وعلى جانب آخر، عرض رجل أعمال مصري مبلغ 5 ملايين جنيه لمن يختلف محمد علي.